سلام البنات، سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في لاشين يوتيوب ديالي. واذا كنت اول مره تشاهدوا ما تنساوش تخليوا لي لايك وفولو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دونك فيديو تاع اليوم راح يكون عباره عن فكره لمشروع عنده دخل جد محترم، خاصه بما انه العيد راه قريب. دونك هذا المشروع عباره عن مآزر للمطبخ. دونك عندي هنايا قطعة قماش طويتها على 3 والطول تاعها هو 85 سنتيمتر والعرض 50 سنتيمتر. دونك بعد ما طويتها على 3 زدت طويتها على 2، قست 11 سنتيمتر كما كنت تشوفوا، والطول تاني قست 28 سنتيمتر، وحاولت اني نرسم هكا قوس يعني دائري باش نقطعوا الكتان. بعدها البنات جبت مقص وحاولت اني نقص هذاك الكتان يعني الزائد. بعدها قست هنايا 8 سنتيمتر بالطول والعرض، وزدت قست يعني 5 سنتيمتر في الوسط، وحاولت اني نقطع على شكل قوس يعني باش يجي طابلي تاعنا من تحت مدور وشباب. بعدها قطعت هذوك الجوانب، وهنايا خرجت لي 3 تاع الطابليات متساوي الاحجام. بعدها جبت هذوك لي شيت اللي بقاو، هادو يعني اللي كنت قطعتهم من اليدين، ويعني استفدت منهم ما تضيعوهمش. يعني البنات غير هذوك لي شيت وديروا بهم الجيب نتاع الطابلي. بعدها جبت هنايا البيي يكون يعني بلون يناسب لون القماش. كيما هنايا البنات انا جبت بيي اللون تاعه ابيض، البيي يعني تاع 1 سنتيمتر. والحاجه الاولى رايحين يعني تغلفوا الجزء نتاع اللي يجي في الاعلى تاع العنق، وبعدها تقبضوا يعني في الجانب يعني تحت الابط، وتحاولوا انكم تدوروا البيي على كامل المئزر، يعني تدوروا على كامل المئزر بهذاك البيي. ويعني حاولوا انكم كي تكونوا تخيطوا حاولوا انكم تسعفوا الكتان وتسعفوا البيي باش الطابلي تاعكم ما يجيكمش يعني يجيكم هكا فيه تكميشات، يعني ما يكونش مسرح من الجزء السفلي. كما راكم تشوفوا البنات هنايا انا كنت درت على كامل الطابلي. راح نوريكم يعني الطريقه كيفاش تخيطوا المئزر، وفي الاخير نعطيكم الثمن بشحال تقدوا تبيعوا. دونك كما راكم تشوفوا هنايا درت على كامل الطابلي. بعدها بعد كي نوصل يعني للعنق نجيب متره ونقيس 50 سنتيمتر على قيس ما يدور على للعنق، يعني تقيسوا 50 سنتيمتر. وبعدها كما راكم تشوفوا نزيد نكمل الجهه الثانيه. هنا راني وصلت للاخير. اذا الحزام بغيت نديره غير منه فيه يعني غير بالبيي وندير الحزام. ثاني نجيب الميطره ونقيس 50 سنتيمتر ونقطع اي وندير الحزام، وثاني الحزام الجهه الثانيه كيف كيف نقيس 50 متره ونقطعها ونديرها. بعدها البنات باش يجيكم الطابلي تاني شباب ويجي كيما نقولوا عاطي نظره، جبت تاني البيي وحاولت اني ندوره على كامل الجيب اللي كنت قطعته من هذوك لي شيت. اذا حاولت اني ندور البيي على كامل الاطراف، ولكن هنايا التزيين يبقى اختياري. انا بغيت ندير البيي، كل وحده واش تحب تدير، والتزيين يبقى اختياري. دونك هنايا بعد ما تدوروا البيي على الجيب رايحين تحطوه فوق الطابلي، تقبطوه بلي زيبانغل باش يعني يساعدكم للخياطه، وتحاولوا انكم تخيطوا الجيب تاعكم مع المئزر. اذا هذاك البنات كان هو الطابلي الاول. هنايا كانوا عندي عاود قطعه قماش يعني الالوان اخرى، قلت علاش ما نزيدش نوريكم واحده اخرى بطريقه ثانيه. هنايا جبت هاد قطعة القماش فيها برك 50 سنتيم، يعني الآخر كان فيه 85 سنتيم، ولكن هادي فيها غير 50 سنتيم. راح يعني تخرج لي زوج تاع الطابليات. إذا طويتها على 2، وبعدها عاود طويت العرض على 2. يعني البنات القماش نتاع الطابليات راه شباب بالبزاف في الحوانيت. دونك هنايا قست 11 سنتيم وزدت قست 28 أو 30 على حسب نتوما وشحال تبغيو ديرو. اذا هنا رسمت القوس عاوتاني وقطعته، وهذوك لي شيت دائما نخليهم للجيب. اذا هنا فرقت المئزر الاول على المئزر الثاني كما راكم تشوفوا.
جاوني هنا اثنين. هنا البنات كما راكم تشوفوا هذا المئزر جاني لتحت مسرح، بغيت نديره بالعرض يعني لتحت، ما نديرهش دائري باسكو ديجا راه مسرح، بغيت يعني ننوع. لكن هذا فيه خطا في التقطيع تاعه. هنايا البائع كي جاي يقطع يعني عوج لي شويه الكتان، اي قصيته تما باش يجيني دائري. وكما راكم تشوفوا لي شيت دائما نستغلوهم للجيوب. اذا هنايا بديت نغلف، دائما نبداو بالعنق اللي يجي الفوق في الجزء العلوي نغلفه. بعدها يعني كيما الطابلي الاول، هذا الطابلي الثاني قلنا خليوه لتحت يعني مربع ما نديروش دائري. اذا تبداي تغلفي من تحت، والجزء السفلي راح نديرو له يعني طويه، يعني انه الجزء السفلي ما نديرولهش البيي راح نكفوه، لكن اللي يبقى يعني الطابلي كامل راح ندورو عليه بالبيي كيما الطابلي الاول. وباش ترفدوا القياسات دائما الجزء العلوي نديرو 11 سنتيم، الجزء نتاع اليدين او الكتفين نديرو من 28 ل 30 سنتيم. الخيط هذا اللي يدور على الرقبه يكون من 50 ل 55 سنتيم. وتاني يعني الحزام يكونوا بزوج قطعتين فيهم 50 سنتيم. وكي تكونوا تخيطوا البنات حاولوا انكم يعني تقطعوا كاع هذوك الخيطان، يعني لازم الخياطه تاعكم تكون نقيه ومتقونه، يعني ما تخليوش هذوك الخيطان هكا خارجين. اذا كما راكم تشوفوا هنا البنات الطابلي، شوفوا كي جا شباب هذا الكولر، يعني صراحه عجبني بزاف. دونك نمشيو لهذيك الجزء السفلي ونحاولوا انه نديروا تكفيفه تكون غير صغيره، يعني واحد طويه زوج ثنيات ولكن يكونوا صغار كما هكا البنات. كما راكم تشوفوا ندور عليه كامل، ولازم دائما الخياطه تكون متقونه. ويعني الخياطه نتاع المئزر راه حاجه سهله، ما ماشي حاجه اللي صعيبه ولا، يعني حتى المبتدئات يعني يخيطوا المئزر بشكل عادي. هنايا جبت الجيب نتاع هذا المئزر الثاني، وتا هو نحاول اني ندوره بالبيي ونسعفو الكتان كما العاده باش ما يجيناش معوج او فيه التكميشات. ندور عليه بالبيي، ولكن هنا في الجزء السفلي نتاع الجيب ما بغيتش اني ندير البيي، قلت ندير غير تكفيفه هكا صغيره. يعني تزيين راه اختياري عندكم، يعني انتم عندكم كاع الانواع وابدعوا. هنايا كما العاده قبضوه بلي زيبانك اللي تشوف انها ما تقدرش يعني تساعد روحها بلي زيبانك، وندور على الجيب كامل ونخيطوه مع المئزر. وهذه هي النتيجه البنات. هنايا وريتكم ثلاث انواع نتاع طابليات نتاع القماش. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفديتوا منه، وان شاء الله تكونوا تعلمتوا يعني كيفاش تخيطوا هذا المآزر، راه يعني شيء سهل بالبزاف. السعر تاعه من 15 ميل حتى 20 ميل. دونك كان هذا فيديو اليوم، نتلاقاو في فيديو اخر. جود باي.